النجم أحمد عز في قل آسى في وكالة ناسا. أنا كنت ماشي في حالي ومركز مع كوكب عالي، والحجر ده فجأة جالي، هنكت بلمت تنحت، وأنا قلت خلاص مش إشكالية، أنا هدرس طبيعته الصخرية، وهي حتى تكون خدمة وطنية، وشطحت سرحت فرتحت. قل آسى في وكالة ناسا، قل آسى في وكالة ناسا. بطولة النجم صلاح عبد الله، إيمان العاصي، سعيد طرابيك، عايدة رياض، محمود البزاوي، نادين سابا، وطارق الإبياري. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقدمني ودي تخسرني. نفسي بس العالم كله ده يفهمني ويقدرني، بدل ما كل الناس بتحاول ده يقدمني ودي تخسرني. تأليف محمود البزاوي، أغاني رشا البنا، ألحان هاني النبيل، توزيع خالد نبيل، إنتاج رايت ماركتينج. أيوة أنا اسمي حسن ولاسة، وصلت بيك وكالت ناسة، مع إني قابلتني غلاسة، سفرحت ونجحت وفلحت. أيوة أنا اسمي حسن ولاسة، وصلت بيك وكالت ناسة، مع إني قابلتني غلاسة، سفرحت ونجحت وفلحت. أنا كنت ماشي في حالي، ماشي في حالي، ماشي في حالي. قل آسى في وكالة ناسا، قل آسى في وكالة ناسا، قل آسى في وكالة ناسا. إخراج عبد المقصود محمد. وقف لنا تاكس على الأقل. تاكسي ايه بس يا جلال، واحنا في الشارع اللي بعد اللي جاي. الله، انت ما عندكش اي ذاكره جغرافيه؟ مش قادر. اوه استغفر الله العظيم، وافرض يعني معيش فلوس اركبك تاكسي، اعمل ايه؟ بسيط، لما توصل البيت وبطلع هات فلوس من الدرج ليمين المكتب بتاعك. تاكسي تاكسي. الشارع اللي بعد اللي جاي يا اسطى. يعني بالشكل ده مش هلحق حتى شغل العداد. تحبوا نمشيها عداد ولا نخليها على البركه؟ مفيش احسن من البركه يا اسطى. شوف العداد كان هيعمل كام واحنا هنديك الدبل. دبل يا جلال انت كمان؟ الله، دي وسيله استغلاليه. الظاهر اخوك ده يا استاذ جلال ايده ماسكه قوي، يعني عليك. جت ماسكه قوي قوي قوي. اللي هو مين ده بقى ان شاء الله؟ حضرتك طبعا. اقول لك الدبل، تقول الدبل ايه؟ رزقه يا اخي، رزقه طلع من بقي، ما فيش حاجه يعني ايه استجبن فيها واسحب كلمتي. وافرض بقى ان المبلغ ده مش متوفر، مش دي ممكن تبقى احتماليه برضو؟ خليك دايما متفائل يا حسن، بس ابقى بص كويس على الدرج يمين المكتب. قول له احسن الحكايه مش ناقصه تشاؤم يعني، وخليه يفكها عشان ربنا يفكها علينا كلنا. ممكن تخليك في حالك انت كمان، انت مش طرف في القضيه. ماشي يا باشا. ايه مالك تاني؟ ما انت لو تعرف اللي حصل لي في الحجز كنت هتشن على كتفك يا حسن، مش تركبني تاكس. وايه بقى اللي حصل لك في الحجز؟ طه. ايه يا جلال انت كمان، انت بتخرف ولا ايه؟ بقول لك ايه، تيجي نروح المستشفى؟ مستشفى ايه بس؟ طه. طفتوه الحجز، يا دوبك دخلت عليه واستقبلني احلى استقبال، خدني بالحضن فعصني. طب ودي حاجه تزعلك ولا توجعك؟ يعني طلعتوا تعرفوا بعض؟ لا، وانت السادي اتعرفت عليه جوه. عارف يا حسن، اول مره اعرف فيها ان فيه كهربا ممكن تتولد من ايد في وش. ازاي يعني؟ دي مش غريبه خالص، ما دامت في حاله اصطدام جسمين بتتولد نوع من الطاقه، بتتوقف على قوه الاصطدام، ما فيهاش اي فهلوه يعني. ايوه هو ده اللي حصل، ايدين قوطه ووش اخوك. بتضحك على ايه انت كمان؟ ما تخليك في سكتك. امال ماشي يا باشا، بس سكتي خلصت، وصلنا للشارع اللي بعد الشارع اللي ركبته منه. ايوه قدام بقى، قدام العماره اللي عند بتاع كاوتش ده. هنا كده تعيش تعيش يا باشا. حزوه حسن وحصلني. بقيت شايف وحاسس وعارف تصد بطولك دلوقتي. طب اطلع اطلع اطلع، انا راجع المدرسه تاني. امال مين بقى اللي هيحاسبني؟ الاستاذ حسن. يا سلام، صحيح اقرع ونزعي، مش اخوك ده يا باشا؟ ايوه. مش حرام اللي عملوا فيه قوطه؟ وانت كمان تعرف قوطه؟ ومع
ومين قالك اني عاوز اخد دروس خصوصيه اساسا؟ الدرجات الطيبه اللي انا شفتها في الريبورت بتاعك يا سيرامي. طيب ما لو عايزين اجيب جريس كويسه يبقى لازم مدرس داخلي مش خارجي، يعني انسايد مش اوتسايد. ان واوت ايه؟ يعني من جوه المدرسه يا ابو جهل، ويكون مدرس نفس الماده. ده بقى اللي هيحاول الدرجات بتاعتي لاحسن، انما بقى سي قلقاسه بتاعك اسمه ده اسمه مستر قلقاسه يا رامي. طيب ما هو عشان طيب ما ينفعش، ثم ازاي اسمه قلقاسه واقول له يا مستر؟ اسمع كلامي يا رامي، ده بني ادم عبقري والله. بصراحه بقى كده اسمه قلقاسه ده بيكرك في دماغي، وعبقري دي مش واكله معايا. مالكش دعوه باسمه. طيب لا طبعا مش طيب، اعمل ديليت لاسمه خالص يا رامي من دماغك. يا فريده مش قادر اتخيل ان بيدرس لي يكون اسمه قلقاسه، وبعدين هو هيدرس لي ايه اساسا؟ كل حاجه واي حاجه، ماث وساينس وعربي وجيومتري وكل حاجه. ده على اساس ان هو وزير التربيه والتعليم. جرى ايه يا رامي؟ قلت لك جربه وخلاص، ويريت بقى ما تحاولش تزعله لان هو بني ادم حساس قوي. طيب حساس ايه ده اسمه قلقاسة؟ ماشي يا رامي، بس برضه تاخد معاه الدروس. طيب قلقاسة في وكالة ناسا. قلقاسة في وكالة ناسا. انا مش فاهم بتعمل في نفسك كده ليه يا حسن؟ هو انا اللي بعمل برضه ولا جلال اخويا اللي بقى عامل العناصر اللافل ازايه؟ يعني ابقيت اخوك جلال على فريده؟ معلش حظي كده بقى يا سي بدوي. وكان عاوزك في ايه؟ كان معجوز في الاسم مع قوطه تاني. قلت تالت ورابع وخامس. بقول لك ايه، هي فريده راحت فين؟ لا ما هي مش للدرجه دي، تيجي لحد عندك المدرسه وانت تديها ظهرك وتروح تطلع اخوك من الحجز. يعني كنت اسيبه يتبهدل في الحجز يا بدوي؟ الله، ما هي برضو مش دي مسؤوليه؟ اي نعم، تسيبه يتعظ ويتعلم. هيتعلم بعد ايه؟ بعد ايه؟ ده كأن ما عندوش أي توافق عقلي عصبي عضلي، ده إشكالية بالنسبة لي. أوقات كتيرة بحسه إنه كائن هلامي. العلام إن لم يأتي بالتعقل يأتي بالصدمة، دعه يصطدم بالواقع. المهم قول لي بقى، ها اتكلمتوا في إيه؟ مين؟ أنا وجلال؟ لا، أنت والجاذبية الأرضية، أنت وفريدة. وأنا كنت لحقت يا بدوي، يعني كنت لحقت. وبعدين ده موضوع ملوش أي مساحة في دماغي العقلية. المسائل العاطفية لا تحتاج لتايمينج ولا مساحة العواطف تكفيها النظرات، فالعيون هي خير لسان صادق لمشاعر الحب والهيام. حدثني عن حديث الأعين. عارف يا بدوي؟ لا مش عارف، وياريت تعرفني. أنا ليا نظرة في كل الناس اللي بحس إنهم قريبين مني. زي إيه؟ يعني بحس إنهم مش من كوكب الأرض، بحس إنهم من كوكب تاني خالص. طينة غير الطينة ودم غير الدم. طب إيه رأيك تنزل على الأرض شوية بقى وحاول تشوف فريدة بشكل واقعي يا أخي؟ حاولت والله حاولت، بس للأسف هي دي الإشكالية. اللي حصل لجلال خلاني ملحقتش أشوف حاجة ولا أعرف أي حاجة. يعني زي ما روحتي زي ما جيتي. لا طبعا مش للدرجة دي. ما تنسيش برضو اني شفته. طب ايه؟ ايه؟ وبعد ما شفتيه يا فريدة؟ كفاية عليا قوي اني شفته. قلتوا ايه طيب؟ كلام عادي بقى يا سارة. ما هو كلام العادي حبيبتي ده ممكن يحمل معنيين، بس اللي انا فهمته ان كلامه ملوش غير معنى واحد بس. اللي هو ايه؟ انه لسه شايفني فريده التلميذه اللي كانت عنده في الكلاس. بس التلميذه كبرت على فكره. ما هو مش مصدق، مع ان الفرق بيننا مش كبير خالص. مش عارفه اعمل ايه يا ساره. طب وقال لك ايه على حكايه دروس رامي؟ لا قال اه ولا قال لا. طبعا لازم تقول اه. ايه انا ايه اللي يجبرني ويخليني اعمل حاجه انا عارف ومتاكد انها تعطلني عن مستقبلي وعن اهتماماتي العلميه؟ مستقبلك اللي هو ايه؟ شويه الابحاث اللي انت مموت نفسك فيها دي. انا يا ابني يا ابني يا حبيبي، واحنا مالنا ومال الطبيعه الصخريه لسطح المريخ؟ ايه يا عم جلال، الله دراستي يا جدع. دراستك لازم تبقى شغلك، بيتك، اخوك، ولا انت نسيت اللي عملته عشانك؟ ايوه اقعد بقى عدهم لي. وكانها تراكمات صخريه ربيتك وعلمتك وخرجتك، وان الاوان انك ترد الجميل. وديني برده الطاء 10 يا سي جلال، والله برده. يا ريت بقى ما تخليش التراكمات دي تتحول لانهيارات صخريه. استغفر الله العظيم، ومالك بس اتعصبت كده ليه يا حسن؟ انا بس كنت شايف ان حكايه الدروس الخصوصيه دي هتزود لك دخلك اكتر واكتر، ودي عيله الجيار، يعني مش هيدوا اي فلوس. لا الله الغني يا سيدي. قال له هتعرف تلاقي اللي هتصرف بيه على ابحاث الطبيعه الصخريه سطح المريخ. لما بأطلب منك فلوس ابقى انصحني بالنصيحة دي، وبلاش بقى حفر في الأرض الصخرية. طيب، وبمناسبة عيد ميلادك كل سنة وانت طيب أبو علي، منيرة كانت عاملة لك كيكة بس اتحرقت. متشكر. ايه هتعدي عيد ميلادك كده من غير ما تجيب تورتاية وشوية جاتو ونحتفل ونقعد نقول كلنا هابي بيرثدي تو يو هابي بيرثدي يو والحاجات دي يعني؟ اوه ده انت كارثة صخرية. قل آسى في وكالة ناسا.
قل آسى في وكالة ناسا. ايه يا فريدة مالك؟ نسيت اقول لك كل سنة وانت طيب، وطبعا نسيتي تدي له الهدية. ما ادانيش فرصة، انا مش عارفة نسيت ازاي. والله العظيم ما جمع لما وفق. تقصدي ايه؟ هو طاير وانتي غرقانة، والهوا والمية ما يتلموش على بعض يا فريدة. طب والعمل يا سارة؟ اعملي اللي بيعمله، فكري في اللي شغله، احبي اللي بيحبه، يعني حصري كده. ازاي؟ خليكي زي الدوامة، دوبي الهوا في دايرتك يا بنتي، دوبيه. بس انا اعرف ايه بس في الجيولوجيا او حتى في الطبيعة الصخرية لسطح المريخ؟ طيب ما انتي لو مش عارفة حاولي تعرفي. طيب ما هي طيب دي اللي موديكي ورا. الو الو استاذ جلال. ايوه انا الاستاذ جلال، مين معايا؟ لا 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 لا، انت نسيت صوتي؟ لا ابدا، بس مش فاكره. ليه؟ ما انت لسه صغير على انك يكون عندك زهايمر. حضرتك سمعتي عن المثل اللي بيقول الملاف السعد؟ انت اللي نسيت صوتي. ممكن يكون صاد في الكابينة من جوه وعاوز شعر تاني عشان يوصل له باور وينور، وساعتها ممكن افتكر. ولا اقولك قلبي نور شوية كده يمكن افتكر. يعني لازم اغني لك عشان تعرفني؟ ايه هي حصلت انك تغني لي كمان؟ الظاهر انا بقى اللي ملمس ارضي. تجنن تعبيراتك. كمان عندي تعبيرات وتجنن؟ سيبك انت، اكيد كنت كاتب الاغنية لحد غيري. كمان كاتب لك اغنية؟ يا كوكب يا عالي في السماء. مهرة مهرة درجن 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 مهرة، قصدي الانسة مهرة، صح؟ يا ريت تقول لي مهرة، بس مهرة من غير أنسة ولا مدام. مهرة، أنا عندي ليك مفاجأة، عاوزة أشوفك ضروري. تشوفيني كمان؟ ده درج 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 جدا. طب ممكن سؤال على فولت بطارية؟ يعني سؤال خفيف ما يكهربش. أكيد. أنتي فاكراني كويس من حيث الشكل والملامح والإطار الخارجي؟ أنا مش ممكن أنسى الشخص اللي كلامه حيغير مسار حياتي كلها. هغير مسار حياتك؟ إيه مالك؟ لا ابدا، بس واضح ان الفولت عالي علي اوي. ها هشوفك. درجن درجن يعني. باي بقى. ايه ده يا فندم؟ ده حضرة الناظر طلب. ايوه ما انا عارف انه طلب. ما انا لو سبت نفسي اقرا كل طلب يقدمهولي كل مدرس ومدرسه في المدرسه ابقى بالشكل ده انا شغال عندكم، مش انتوا اللي شغالين عندي. طب وانا يعني ايه مطلوب مني سعادتك؟ انا اللي بعمله ده قضيه منطقيه، بقدم لسعادتك طلبي، والنتيجه تختصر يا فندي وتقولي قبل ما ارمي طلبك ده ايه اللي ناوي تقدمه في طلبك. استغفر الله العظيم يا رب. سعادتك ده طلب تفرغ. تفرغ ليه؟ هم عينوا سعادتك سفير للنوايا الحسنة ولا حاجة؟ لا يا سعادتك، ما عينيش سفير نوايا حسنة ولا حاجة، ده طلب تفرغ علمي، يعني بخصوص العلم. عاوز تفهمني ان حضرتك في وقت فراغك بتهتم بالعلم؟ في وقت فراغي ووقت انشغالي كمان، دي حاجة حتمية. مد ايدك. لا مش تمدها عشان اضربك بالمصطلة، مد ايدك وشيل من قدام الطلب ده قبل ما اقطعه وارميه في الزبالة. ليه بس يا فندم؟ الله، وانا يعني بطلب حاجة غلط؟ ده طلب حق الطبيعي في البحث العلمي. العلم في الراس لا في الكراس. العلم يا فندي هنا في المدرسة في الفصل، مش في التفرغ والقعدة في البيوت والفرجة على قنوات الوصلة. يعني أفهم من كلام سعادتك إن سعادتك مش موافق؟ أيوة مش موافق، واتفضل من قدامي دلوقتي، اتفضل لأحسن ما أقوم أضربك. لا 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 لا، تضرب إيه؟ لا ما تتعبش نفسك، أنا هاخد الطلب وهقدمه بنفسي في الإدارة التعليمية أو في الوزارة. أنت بتتحداني يا فندي؟ اتفضل، ويكون في علمك لو تماديت في اللي انت بتعمله هتكون نهايتك على ايدي. يلا مع السلامة. وبكرة جاي وانا جاي معاه، وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الارضية. وبكرة جاي وانا جاي معاه،
وكلامي ده حياة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية. همد ايدي لفوق في العالي وجايز اشب كمان شوية، حوصل للكوكب اللي في خيالي وحسبت لكو يجي كم نظرية. شارك بالتمثيل محمد عبد الحليم، محمد جبريل، عادل خلف، جلال الهجرسي، صفوة صبحي. التسجيل والمونتاج استوديوهات رايت ماركتينج. هندسة صوتية محمد عبد العظيم. مدير إنتاج يوسف الشربيني. إشراف فني رشا البنا. إنتاج رايت ماركتينج. الآسى في وكالة ناسا. تأليف محمود البزاوي. إخراج عبد المقصود محمد. وبكرة جاي وأنا جاي معاه، وكلامي ده حقيقة علمية، مليون بيجي يوم تاني وراه، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية، وده حال الكرة الأرضية.